السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. كيف ما كتشوفوا معايا في الصور، اليوم غادي نقدموا مع بعض الرز بالحليب على الطريقة الإسبانية اللي كيجي الصراحة رائع وسهل في التحضير، وإن شاء الله تابعوا معنا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وعلى بركة الله. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a preparar arroz con leche. Muy fácil de hacer, cremoso y delicioso. Espero que os guste. Si os gusta, dadle like y suscribiros para más vídeos. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك ودقوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. المقادير كالتالي: عندي 100 غرام ديال الرز، الرز يكون مهرس، قشور حامضة أو قشور لي برتقالة لي متوفر عندكم، جوج ساشيات ديال السكر فاني، 200 غرام د الحليب النسلي، ثلاثة د العويدات د القرفة، واحد ليترو د الحليب يكون كامل الدسم. وهذا هو الرز لي استعملت في هاد الوصفة. Los ingredientes son un litro de leche, 200 gramos de leche condensada, 80 gramos de azúcar, cáscara de limón, 3 ramas de canela, 100 gramos de arroz redondo, 2 sobres de azúcar vainilla, 1 cucharada de vainilla líquida. كناخدو الطنجرة كنديرو فيها الحليب، قشور حامضة، السكر الفاني، وثلاثة د العويدات د القرفة على نار متوسطة حتى يبدا يغلى ليا الخليط. عاد باش غادي نضيف الرز. En una olla a fuego mediano echamos un litro, echamos la leche, la cáscara de limón, la canela y los dos sobres de azúcar vainilla. كنزيد نخلطهم، نتحرك دائما. دابا غادي نضيف الرز وغادي نبدا نحرك، تحرك دائما باش ما يتلصقش ليا الرز في الطنجره. Y siempre mezclándolo todo muy bien. Y echamos el arroz. كنزيد نحرك دائما، تحرك باش ما يلصقش ليا الرز في الطنجره كما تشوفوا في الصوره. Y siempre mezclándolo todo para que el arroz no se pegue a la olla. ها هو من بعد ما تبخر ليا الحليب كيتفابورا شويه بشويه، دائما مع النار تكون متوسطه او هادئه على حسب. ها هو من بعد ما ولا كريمي، من بعد ما طاب Así ya se ha quedado, ya se tiene más forma. من بعد ما ولا كريمي دابا غادي نبدا نزول المنسمات اللي درت فيه. Y ahora vamos a empezar a quitar todo la canela y las cáscaras de limón. كنبدا نزول القرفة والقشور ديال الحامض. اللي ما متوفرش عنده الحامض يقدر يدير قشور ليتشين، ولكن غير القشور دوك الليمونيين الفوقانيين، ما يديرش البابا البيضاء، هذيك البابا كتخلي المذاق يكون مر. واللي ما متوفرش عنده السكر د الفاني يعوض بالفانيليا السائله. كيف ما قلت في المقادير، عندي 200 غرام ديال حليب نسلي، حتى هو اللي ما متوفرش غادي يعوض ب 80 غرام ديال السكر سنيده، واللي عزيزه عليه الحلاوه يقدر يضيف الماكسيموم هو 300 غرام. Si no, si queréis que esté más dulce podéis echarle más perdón, más leche condensada. دابا كنضيف الحليب النسلي. Ahora echamos la leche condensada. على نار هادئه، هذيك المهيله بزاف. O si no tenéis 80 gramos de azúcar. Y recordad, tenéis todos los ingredientes abajo en la descripción. ¿Te
غادي نبدا نغرفو هاد المقادير. غادي يعطيوني 4 زلايف، هادو اللي كتشوفوا في الصوره. اللي بغى يدوب المقادير غادي يخدم بجوج لتر ديال الحليب، وغادي ندخلو للثلاجة يبرد من ساعه الى ساعتين. Ahora vamos a empezar a emplatar en cuatro platos y vamos a meterlos en la nevera. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. ملي برد غنخرجوه من الثلاجة ونزينوه بشوية القرفة من الفوق، كيجي كريمي وبنين بزاف، وهكا نصوبوه في الدار بلا ما نشريوه من المحلات الكبرى. اقتصادي. ما تنساوش الا عجبتكم الوصفة ديروا لايك وشاركوا في القناة باش دائما يوصلكم الجديد، وبالصحة والراحة الى وصفة اخرى ان شاء الله. Ya lo hemos sacado porque ya se ha enfriado y lo hemos decorado con un poco de canela. Y este es el resultado final. Espero que os guste. Si os ha gustado, dadnos un buen like, suscribiros y activar la campanita para que os lleguen todas esas notificaciones. Y recordad que tenéis todos los ingredientes abajo en la descripción. Así que adiós, hasta el próximo vídeo.